أهلا بكم. دشنت انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام الطائفي وعمليته السياسية شهرها الثاني، إذ ما زالت حشود وجيوش المتظاهرين ترابط في ساحة التحرير في بغداد وفي بناية المطعم التركي أو جبل أحد وفق التسمية الجديدة من قبل المتظاهرين، وفي بقية ساحات المحافظات المنتفضة. وبالرغم من مواصلة آلة القتل الميليشياوية سفك المزيد من دماء المتظاهرين السلميين، حتى الآن سقط أكثر من 500 شهيد وألاف الجرحى. وبالرغم من إعلان حظر التجوال الليلي، إلا أن آلاف العراقيين ما زالوا يتقاطرون على الساحات العامة والشوارع. انتفاضة تشرين وتدشينها شهرها الثاني ومنجزاتها في الشهر الأول هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي قدمته انتفاضة تشرين في شهرها الأول للعراق وشعبه؟ ولماذا اعتبرت هذه الانتفاضة الشعبية واحدة من المنعطفات المهمة في تاريخ العراق الحديث؟ وما الذي أضافه انضمام طلبة العراق ونقاباته المهنية والعمالية إلى انتفاضة تشرين الشعبية المتصاعدة والمتوسعة؟ وما حظوظ قوى العملية السياسية وداعميهم خاصة إيران في تعويق هذه الانتفاضة في بلوغ أهدافها الوطنية في الإنقاذ والخلاص؟ وهل سيكون الشهر الثاني من عمر هذه الانتفاضة أكثر زخما وأقوى عنفوانا من الشهر الأول؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، فالح الخطاب، ثامر العلواني. من تحت رمادي الفساد انتفض الشعب العراقي، هو عنوان المرحلة الحالية ونقطة لا عودة إلى زمن الخوف والركون للسلطة الحاكمة. حراك شعبي جمع بين الانتفاضة والثورة، انتفاضة في وجه النظام وثورة على الاحتلال ومفرزاته، لا استثناء لفئة ولا طائفة. الجميع في أيام تشرين وضع يده على الجرح وأدرك الدواء بعيدا عن عباءة الكتل والأحزاب وفوق اعتبارات منظومة الحكم، ولا مرجعية للمتظاهرين إلا ما يمليه عليهم ضميرهم وغيرتهم على وطنهم وغضبهم من قهر امتلأت صفحات كتابه لأكثر من 16 عاماً. المحافظات العراقية تتشابه اليوم بحراك سكانها، كما تشابهت بحال بنيتها التحتية ووجوه حاكميها. لم يبقى ميدان ولا شارع ولا بيت دون هتافات. توحد الفقراء وهم السواد الأعظم مع الأغنياء. الأكاديميون والحرفيون والمهنيون كلهم نادوا تظاهراتنا سلمية، وشهد بذلك الواقع. هل وعت الأحزاب ذلك؟ رصاص ميليشياتها يجيب، فمن اليوم الأول للانتفاضة لجأت القوات الحكومية إلى الخيار الأمني. استشهد العشرات وأصيب المئات. زادت الحكومة من القمع، فحضرت التجوال وأطلقت يد مسلحيها ليفعلوا ما بدا لهم. لكن ذلك ما زاد التظاهرات إلا زخماً. ساسة إيران استنفروا وشكلوا خلية أزمة عندما رأوا أن العراقيين مصممون على انتزاع بلدهم من أنياب المشروع الإيراني. المسألة لم تعد تقتصر على مطالب سياسية أو اقتصادية حتى تنجح محاولة الأحزاب في الالتفاف على الانتفاضة، فلا هادي العامري ومعه مقتدى الصدر أطفأ بمسرحيتهم السياسية غضب المتظاهرين، فكان الرد عليهما: لا مقتدى ولا هادي، لا مقتدى ولا هادي. ما يميز انتفاضة تشرين أنها وصلت إلى مراحل متطورة، ومع ذلك لم تسمح بتعيين قادة لها خوفاً من اختطافها أو المساومة عليها، إذ أن التنسيق فيها هو تنسيق جماهيري بلا مسميات تعتمد على الفئوية الفردية والحزبية، كما أنها أسمعت صوت المتظاهرين للعالم وأفهمته أهدافها في تغيير وجه العراق الحالي جذرياً، وليس لذلك بديل عند أي متظاهر. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في انتفاضة تشرين وتدشينها شهر الثاني من التظاهرات والمنجزات التي قدمت خلال الشهر الأول.
أضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور فارح الخطاب الكاتب والباحث السياسي معنا هنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، الآن الشهر الأول من انتفاضة تشرين انتهى بتظاهرات وزخم كبير جدا شمل ربما كل شرائح المجتمع في العراق، وطلابية ومهنية وعمالية وأكاديميين وما إلى ذلك. طبعا كانت حصيلة أكثر من 500 شهيد وألاف الجرحى برصاص القوات الأمنية والميليشيات. لو قدمت جردة حساب بسيطة بمنجزات وما حققته هذه الانتفاضة في شهرها الأول، ما الذي يمكن أن يقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما دعني أقول أستاذ ماجد أن يعني هذه الانتفاضة وهذه التظاهرة لم تأتي هكذا. يعني نعم الكثير تفاجأوا بها، لكن ربما هي لا تشكل مفاجأة بعدما يعني حصلت وفكرنا بها يعني شاهدنا المشهد كله وتذكرنا الماضي القريب، سنجد أنها لم تكن مفاجئة. وأعود أقول ربما كانت الرسالة الأولى اللي وجهها هؤلاء الذين تظاهروا اليوم كانت في يوم الانتخابات، في يوم ما سمي بالانتخابات، عندما قاطعوا الانتخابات. كانت هذه الرسالة الأولى التي وجهوها رسالة واضحة، كانت 82% من العراقيين من يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات، وهم هؤلاء الشباب، غالبيتهم من هؤلاء الشباب قاطعوا الانتخابات. كانت رسالة واضحة، لكن هذه القوى السياسية لا تفهم هذه الرسائل، هذه تفهم منطق القوة، منطق الاستبداد، منطق الغطرسة. لم تفهم هذه الرسالة ولم تترك هذه الرسالة من قبل يعني هذه الجموع من المتظاهرين من العراقيين، لم تترك هكذا. كان لابد من خطوة تعقب تلك الرسالة، لابد من رسالة أخرى، رسالة واضحة ورسالة على الأرض تكون يعني بأيديهم. جاءت هذه التظاهرات وجاءت هذه بعد 16 أو 17 سنة، قريب من 17 سنة من كل هذا الخراب والدمار من الاحتلال من عام 2003 لحد الآن. ربما يعني عندما نتحدث عن جرد لهذه التظاهرة بعد شهر سنقول أنه أول منجزات هذه التظاهرة أنها سقطت كل الأقنعة، لم يعد هناك قناعة لكل أقنعة كل القوى السياسية، أحزاب وقوى وشخصيات، سقطت أقنعتها مرة واحدة وسقطت كل شعاراتها، كل الشعارات التي كانت تستظل بها، شعارات دينية، شعارات سياسية، وعود كذب، تضليل، كلها سقطت. سقطت ديمقراطية، غير ديمقراطية، حرية، سيادة، كلها سقطت مرة واحدة. وأظهرت أيضا، وهذا جزء من ما حققته أو من الرسالة التي قالت هذه التظاهرات، أن لا ثقة بين الشعب وهذه الطبقة السياسية، ثقة معدومة نهائيا. لذلك كل ما يتحدثون عن يعني وعود بإصلاحات ما أعرف منه، يعني الشعب يرفضها ورافضها أساسا التظاهرات. النقطة الأساسية أيضا المهمة الثانية اللي تحققت من هذه التظاهرات واللي أثبتت هذه التظاهرات أن الهدف فيها واضح، أنه أهدافها واضحة، ليس مثل التظاهرات السابقة. العراق شهد تظاهرات كثيرة من عام 2003 لغاية هذه التظاهرات. ما الذي يميز أهداف هذه المرة؟ التظاهرات السابقة كانت مناطقية محلية تشوبها ربما الانحياز إلى الطائفة إلى القومية، كثير الكل يستند إلى هذه القضية، أرادوا أن يوسعوها لكن لم يستطيعوا، ومناطقيتها محليتها لم تخرج إلى الفضاء الوطني. محلية هذه التظاهرات جعلت من القوى الأمنية قوى السلطة سابقة قصدك نعم قادرة أن تقمعها أو قادرة أن تساوم أو قادرة أن تخترقها. في هذه التظاهرات من البداية كان سقف وطني مو محلي جامع. ودكتور الحديث. زخمها وعنفوانها وأعدادها الكبيرة تركزت في العاصمة بغداد. نعم كل المحافظات، وهذه يعني مناسبة جيدة أستاذ ماجد نذكرها. نعم كل المحافظات تنظر إلى المركز دائما، يعني ليس العكس، يعني المركز لا يمكن. نعم حدثت تظاهرات في البصرة سابقا، حدثت في ما أعرف وين، لكن تبقى العين على بغداد، تبقى أولا لكثافتها السكانية، لرمزيتها، للسلطة وتركز السلطة كلها فيها، كل الفعاليات السياسية والاقتصادية موجودة فيها. وليس هناك فرز
طائفي جغرافي في العاصمة، يعني من الصعب أن يكون كما في مناطق أخرى. نعم، ربما يعني لتنوع سكانها، نعم، طبيعتهم، نعم، هذا كله يخلي كل المحافظات والمدن العراقية تنظر إلى بغداد، نعم، إذا ما استطاعت بغداد حتى السلطة في خوف، نعم، خوف أكثر، نعم، من قضية بغداد. ولذلك بغداد إذا حققت شيء، نعم، ستحقق كل المحافظات بسرعة، ستماثلها كل المحافظات، يعني لا تهتم للمحافظات الأخرى بقدر ما هي يعني خرجت، ويعني سعتها ربما أقل، عدد المتظاهرين أقل، ربما حتى عدد الشهداء أقل من بغداد، لكن ستتسع هذه التظاهرات في المحافظات وستكون صوتها صوت واحد مع بغداد، مجرد أن بغداد تحقق أهدافها، تبدي تحقق أهدافها، وبدأت بغداد تحقق أهدافها، لذلك بدأنا نشهد في المحافظات نمو لهذه التظاهرات والاعتصامات. سنتحدث ربما أيضا، نعم، عن قضية تأثير التظاهرات على الأطراف بعد، نعم، ما كانت مركزة في العاصمة بغداد. دكتور فالح الخطاب، يعني وفق ما قدم دكتور رافع الفلاحي، الكثير ينظر إلى هذه الانتفاضة الشعبية على أنها واحدة من أهم المحطات والمنعطفات في تاريخ العراق، ليس عراق ما بعد الغزو الأمريكي، بل في تاريخ العراق الحديث. ما الذي يجعل هذه الانتفاضة منعطف تاريخي مهم؟ ما بعد ليس كما قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا سؤال مهم، نعم، وصياغته مهمة، وأرجو أن تكون الإجابة أيضا يعني إن شاء الله مهمة، إن شاء الله مهمة، أهم من السؤال، موفقة. بالفعل هذا الكلام صحيح. أول شيء أؤيدك في أنه ما بعد هذه الانتفاضة ليس كما قبلها. للأسف الشديد العراق حتى في قيام الجديد يعني كدولة عام 21، نعم، كان هناك تمييز، كان هناك تصنيف من قبل المحتل البريطاني في أن يكون هناك عرقيات وطوائف وكذا، وظل هذا الشعور مصاحب في العراق وإن كان بشكل خفي ليس على مستوى رسمي. يعني العراق لم يشهد طائفية سياسية على مستوى الدولة، ولكن على المستوى الاجتماعي، طبعا المستوى الاجتماعي ليس أيضا بشكل يعني تحاربي أو صراعي أو كذا. دكتور اسمح لي أقاطعك بدأ كلامك، هناك تنوع طائفي أم تصادم طائفي؟ لا، تنوع طائفي، تنوع طائفي، تنوع لا طائفي. مشكلة في التنوع، تنوع طائفي, طائفي. نعم. يعني لم يشهد العراق أي صدام في، نعم، تاريخه، ولكن موجود. وهذا، نعم، للأسف الشديد استغلته إيران كما نعلم منذ عهد الشاه، نعم، الشاه استغله، ثم أجى الخميني، ثم نشأت كما نعلم أحزاب، حزب الدعوة وكذا وكذا من الخمسينات. يعني هذه الانتفاضة، نعم، اعتبرها قبل أن تكون انتفاضة سياسية، هي ثورة اجتماعية كاملة الأوصاف، نعم، ثورة اجتماعية حقيقية. يعني نظرة بسيطة إلى ما يرفع من شعارات، إلى كمية ونوعية ليس فقط كمية الوعي المصاحب لهذه الثورة، لهذه الانتفاضة، هذا نوع الشعارات الذي يرفع أزاح الحقيقة الكثير من الموروث الذي كان يتسم به العراق حتى وإن لم يكن تصادم طائفي، ولكن كان موجودا، كان موجود في النفوس، كان كذا، وكان يستغل من قبل إيران والأحزاب. الآن وكما يعني قيل، الأحزاب كلها خرجت من الساحة. يعني نحن عندنا في العراق مشكلة كبيرة، 50 عام الأخيرة، سواء كانت 35 عام قبل الاحتلال أو 15 سنة هذه، أو 16، أو مثل ما قال الدكتور 17 تقريبا، هذه الأحزاب التي هي الآن في السلطة والتي يهتف ضدها الثوار هي أساس خراب العراق. يعني كل حالات الطوارئ في العراق، كل حالات القمع الأمني، كل حالة هي مسؤولة عنها، لأنها كانت توتر الأوضاع بسبب علاقاتها المشبوهة بإيران، وبسبب منطروحات الطائفية التي أوجدت شروخ داخل المجتمع العراقي، لكن قوة الدولة لم تكن تسمح بوجوده ونشوءه. المهم، هذه الانتفاضة غيرت، محت، يعني كما يأتي على 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 آثار رمال ويمحي كل شيء. كما كتب أحد الناشطين أو المتظاهرين أن هذه الانتفاضة هي من كتبت وفاة الطائفية بعد عمر 17 سنة. يعني 17 سنة من الطائفية السياسية كتبت شهادة وفاتها في ساحة التحرير في بالتأكيد جبل أحد في بناية المطعم التركي. بالتأكيد. نعم. وبالتالي يعني نشهد الآن، أنا أسميها الآن، يعني عندنا كتاب توفيق الحكيم، نعم، عودة الوعي. نعم. عودة الوعي. الآن هناك وعي متقدم جدا. الآن لا أحد ينظر لا إلى مرجعيات دينية ولا سياسية. كلها هذه تم الكفر بها، وصار هناك إعلان جديد عن مبادئ جديدة.
ولهذا أنا أقول وأؤكد على أنها ثورة اجتماعية، قد يكون لها إفراز سياسي ونرجو ذلك، نعم. لكن هي ثورة اجتماعية بالمطلق، وهذا طبعا أكبر إنجاز حققت هذه الثورة حتى الآن. أشكرك، وهذه نقطة مهمة. دكتور ثامر العلواني في عمان، من حيث انتهى الدكتور فارح الخطاب عن أنه هذه الانتفاضة هي ثورة اجتماعية ستؤسس أو يتمنى أن تفرز أيضا حالة سياسية تناظرها أيضا في هذا الوعي الوطني المتقدم كما ذكر، ما الذي أسست هذه الانتفاضة الشعبية في البناء الوطني لمواجهة مشروع الاحتلال وعمليته السياسية؟ طبعا هذه المواجهة الحقيقة لم تتوقف من عام 2003 إلى اليوم، مقاومة مسلحة، ثورة 25 شباط، الاعتصامات في المحافظات المنتفضة، لكن انتفاضة تشرين محطة متقدمة جدا. هل أسست شيء يمكن البناء عليه في مسار هذه المواجهة مع مشروع الاحتلال السياسي؟ طبعا حياكم الله وضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. انتفاضة تشرين أولا يقدم واحد ذكية في سبيل استرجاع، قدمت الحرية للشعب العراقي، قدمت ما يمكن أن نقول أنه خزوق أجر جديد وعهد جديد يليق بالعراق دائما تاريخ الشعب العراقي وحضارته الضاربة. قدمت هذه المظاهرات ما لم تستطع الحكومة بكل أجهزة الأمن أن تثبت الدعاء الكاس. احنا دكتور اذا سمحت لي عندنا مشكله بالصوت، الصوت يصلنا غير واضح، ممكن تغير مكانك اذا تعذر اللقاء عبر سكايب، ممكن نحول على التليفون، فقط نريد نسمع الصوت بشكل اوضح لانه الحقيقه سيء. طيب، الى ان ترتب امورك خلينا نرجع للدكتور رافع الفلاحي ونسال هذا السؤال، تكون قد انتهيت يعني وضعك حتى الصوت بركت يسالنا. قبل السؤال استاذ ماجد اذا اسمح لي، تفضل. ما ذكر الدكتور فالح دقيق جدا، نعم، عندما يتحدث انها ثوره اجتماعيه قبل ان تكون ثوره سياسيه. نعم نعم، هي تحمل يعني المعنى يعني نعم. هي سياسية واجتماعية، نعم. لكن هي أيضا ربما البعض يقول أنتم تبالغون، هي ثورة ثقافية بدليل أنه هذا الوعي الجمعي اللي غير طائفي، القدرة على الصمود، القدرة على التفكير المنطقي، القدرة على تحديد الأهداف والصبر عليه، أسقط حتى النظريات اللي تربى عليها مجتمعنا كلها، نظريات علي الوردي، نعم. هاي النظريات اللي في أي مكان تحدث فيه واحد يقول لك ارجع إلى كيف تقرأ المجتمع العراقي، تقرأ من خلال علي الوردي، نعم. وعلي الوردي إذا أحد أساء للمجتمع العراقي علي الوردي، هذه يعني رأي الخاص، نعم. ما لي علاقة برأي الآخرين، نعم. لكن علي الوردي إذا أكو أحد أساء للمجتمع العراقي هو. الآن هذه ثورة الشباب أسقطت كل نظريات علي الوردي، كل هذه المقولات اللي ظلت نصف قرن، ما أعرفش قد 70 سنة صار لنا نتداول علي الوردي وكأنه وجدنا شيء لا نعرفه. ما الذي أسقطت هذه انت؟ أسقط إنه المجتمع العراقي مجتمع يعني يعيش على النزوات، يعيش على القدرة العقلية البسيطة، على الحمية الخاصة العشائرية المحلية، وكل هذه جمعها في بودقة واحدة ليقول أن المجتمع العراقي مجتمع موتور، مجتمع ربما يعني مثل القنبلة الموقوتة بطريقة أو بأخرى، وفي عوامل تفتيت كثيرة. هاي الشباب، مجموعة من الشباب اللي لا قارين علي الوردي ولا لهم علاقة بعلي الوردي، وربما الكثير منهم ما سامعين بعلي الوردي، ما لهم علاقة، لكن على الأرض أثبتوا أن كل النظريات هذه اللي تحدث عن المجتمع العراقي نظريات بالية وغير غير حقيقية. مجتمع متماسك رؤيته واضحة، كانوا يضخون عليه الطائفية ليل نهار، على الرغم من عملية الضخ الكبيرة في المدارس، في المجتمع، في كل مكان، ويخرج هو غير طائفي. نعم. كنا نتوقع جميعنا أنه هذا قنبلة موقوتة طائفية، نعم. سيولد قنبلة موقوتة طائفية، وإذا بهذه القنبلة وطنية ليس لها علاقة بالطائفية نهائيا، كفرت بالطائفية مباشرة وعرفت العلة وين. وكل كتاباته تحدث أن أكو علة في نفسية المواطن العراقي، في عقليته وتكوينه، نعم. هؤلاء أثبتوا كل هذه العلة غير موجودة. العلة
في المشوهين، في الناس الحالات الشاذة من طبقات سياسية تحكم العراق. هذه الحالات الشاذة. أما الحالات العامة للشعب هي حالات متوازنة موزونة بعقلية طيبة. أشكرك. عقلية شباب لكن عارفة وين طريقها وعارفة شنو وعارفة شلون صون مجتمعها وشنو حدود مجتمعها وطريقة تعاملها في بناء وطنها. هذه كلها النظريات أسقطت. نعم. هاي انتفاضة تشرين. فهي جزء من الثورة الثقافية. أشكرك على التوضيح. دكتور ثامر إذا كان الصوت ضبط. تمام معك. تفضل. نعم أخي الكريم، فأقول إنه هذه الثورة قدمت للشعب العراقي استنهاض الهمم وتلاحم المجتمع. نعم. حول تحقيق هدف واحد وهو بناء الدولة الحقيقية التي يستحقها العراق من خلال إزالة الفوضى والتخريب الذي استمر على مدار 16 سنة الماضية إلى نظام ممكن أن نقول أنه يرضي الشعب العراقي. هذه الثورة قدم الشباب بانتفاضتهم قوة وقدرة على إمكانية إيقاف الظلم والتغيير الشامل الذي تسببه الاحتلال إلى حكومة عادل عبد المهدي إلى هذه اللحظة. هذا كان سابقا من الصعوبة بمكان أنك إمكانية حشد جماهير وإقناعهم على أساس المشكلة بالعراق وهي العملية السياسية كان هذا صعب جدا حتى نوقف استنزاف الشعب العراقي وسرقة خيراته. استطاعت هذه الثورة والثوار أن يدخلوا الحكومة في تخبط كبير حتى أنهم لا يعرفون ماذا يريدون، بل أنها أظهرت عور الحكومة الكبير وكشفت عن حقيقتها الزائفة. أيضا أنها استطاعت أن تظهر حجم التدخل الإيراني في العراق. على الصعيد الآخر استطاعت هذه الانتفاضة وهذه الثورة أن تجر العالم الغربي والعالم العربي لصفها. يعني في الأول كان الإعلام الغربي كان إعلام العالمي لا يتعاطى مع المظاهرات ولا يعطيها أي أهمية، بل كان يتغاضى عن النظر إلى أوضاع العراق المأساوية ويتجنب كل حديث عنها. لكنها هذه المظاهرات أجبرت العالم والوطن العربي. هل تمت مؤشرات على أن هناك تفاعلا أو تعاطيا مع التظاهرات من الرأي العام العالمي سواء كان سياسي أو إعلامي؟ طيب، إذا أتينا إلى برلمان العربي الذي عقد قبل أيام رأينا أن صدر البيان الختامي تنديد بالعمليات محاولات القمع للمتظاهرين. نعم. آخر تصريح سمعناه هو وزير الخارجية الأمريكي بومبيو. نعم. نعم. عندما دعا الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين. هذا تقدم ويحسب مكسب للمتظاهرين الذين أجبروا الحكومة الأمريكية على أن تنظر إلى مآسي الشعب العراقي. وزيارة ممثلة الأمم المتحدة إلى ساحة التحرير والتقائها أيضا بالمتظاهرين. نعم. هذا أيضا آخر. اعترف أيضا بومبيو بأن هناك استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وأكد على أنه عدم مصداقية الحكومة في إقامة العدالة الاجتماعية للشعب العراقي. لذلك نقول هذه الانتفاضة قد أسست لميلاد جديد العراق بسبب هؤلاء الثوار، هؤلاء المنتفضون الذين فهموا أن المشكلة الحقيقية هي تعود في شركة الإنتاج التي يعاني من العراق اللي هو العملية السياسية، سواء البرلمان سواء الحكومة. هذه العملية السياسية أصبحت شركة لإنتاج الفاسدين، ولذلك نقول لقد وصلت هذه الانتفاضة إلى ما لم تصل إليه المظاهرات السابقة. أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معنا وضيوف أيضا الآخرين. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة طاولة حوار والتي تبحث في الشهر الثاني من انتفاضة تشرين والمنجزات خلال الشهر الأول. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في انتفاضة تشرين وتدشينها الشهر الثاني والمنجزات التي قدمت خلال الشهر الأول من عمرها. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور فارح الخطاب ودكتور ثامر العلواني معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. دكتور فارح الخطاب، باعتقادك إلى أي حد هذه الانتفاضة بشعاراتها بهتافاتها العابرة للطائفية والمناطقية والعرقية أنهت حالة الاستثمار السياسي الطائفي الذي دشن مع تدشين العملية السياسية في العراق مع الغزو الأمريكي، وانعكس يعني طبعا مع الأسف هذا التوظيف السياسي الطائفي انعكس أيضا حتى على يعني حالة الحالة الاجتماعية. هذه الانتفاضة كأنها كتبت شهادة الوفاة برأي من يقول، طبعا هناك من يقول بهذا فعلا. نعم، أنا يعني أقول أستطيع أن أقول أنه هناك تفاؤل كبير بأنه هذه الحالة حالة الوعي اللي أيضا هي ثورة ثقافية كما تقدم الدكتور رافع، يعني ثورة ثقافية حقيقية، ثورة اجتماعية بالفعل، هي الآن تؤسس لميلاد نظام جديد لا يقوم على كل هذه المعطيات. لأنه هناك قضية مهمة جدا، النظام الطائفي السياسي الذي نشأ بعد الاحتلال وكان عمل مقصود وعمل متعمد ليس فقط من إيران إنما من الاحتلال الأول للولايات المتحدة الأمريكية، كان هذا مقصود لتدمير المجتمع العراقي. حتى الأمريكيون لعبوا على القضية الطائفية؟ مش لعبوا، هم الذي أسسوا لها. نعم. يعني مراكز الأبحاث الأمريكية عندما أتت بالعملية هذه، ليست العملية السياسية ليست بإنتاج بريمر وليست من إنتاج قائد القوات الأمريكية الذي غزا العراق. نعم. هذه قضية أبحاث موجودة استثمروا ما يسمى الصراع الشيعي السني. نعم. وعرفوا أنه هذا مدخل لنخر المجتمع وتدميره. إيران، لماذا الولايات المتحدة، قضية التخادم الإيراني الأمريكي كما يسمى في الأدبيات السياسية، ما هي؟ هي استخدام إيران وطائفيتها والبعد الطائفي لتفكيك المجتمعات العربية، هذا هو الموضوع كله. وبالتالي عندما أسسوا لهذا المشروع في العراق عن سابق إصرار وتصميم وعمد، كان هناك مشكلة كبيرة. ما هي المشكلة؟ أنه نشأت أيضا، هذا كان مؤسس له ومخطط له، قضية الفساد، فساد كبير شامل. هم كانوا يريدون تدمير العراق، وقلنا في مناسبة سابقة قضية إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا وإنهاء كدولة وحضارة ومجتمع. حتى العراق إذا بقى يبقى كاسم، ولكن المضمون والحقيقة، يعني التفسير المادي وغير مادي بالضبط، يعني قيمي ومادي جدا. ها، لكن هذا الفساد اللي تطالب به منه إيران، تريد أن تعدم العراق وتنهيه، إسرائيل تريد أن تعدم العراق وتنهيه، الولايات المتحدة تريد أن تنهي العراق طلبا لإسرائيل وكذا، لكن هذا طبعا يؤذي المجتمع العراقي. الناس تأذوا، الناس يعني عانوا. ولذلك اليوم واحدة من المظاهر التي نراها في هذه الثورة المجيدة أن الناس كلها خرجت، يعني من يشاهد. أنا وخاصة دكتور، هناك ردة فعل عنيفة من المجتمع تجاه إيران وتدخلاتها، والأمر الغريب أنه في المحافظات أو المدن الدينية، المراكز الدينية الشيعية، كربلاء والنجف، كربلاء هي والنجف الأعنف في قضية إيران، يعني أمس إحراق صور خميني خامنئي أمس يعني رفعت لافتات في كربلاء وفي النجف. ها، يعني لا يمكن، يعني ماذا قلنا ثورة اجتماعية؟ هذا شيء غير مسبوق، غير مسبوق، ليس من الاحتلال، من 50، من تأسيس العراق الحديث. يعني هذا أمر تمام، بدل القناعات، الأصنام كما يقال كسرت كلها. فإحنا أزاء شيء، هذا كله بسبب الفساد الذي نشأ في العراق، والذي أريد من خلال تدمير العراق لكن تدمير العراق هذا كان يجب أن يمر بتدمير المجتمع العراقي. المجتمع العراقي تأذى أذية كبيرة. ولذلك اليوم الكل خرج، يعني لا تكاد تجد. والله أنا رأيت قبل 3 أيام صورة لناس فاقدي البصر يتوكلون على العصي، ها، وخارجين، واحد آخر مشلول على يعني هذا منظر. طبعا إضافة إلى النساء اللي يطبخن، الطبيبات والأطباء، تنظيف الشوارع، حالة هذه يعني ثورة غير مسبوقة. وبالتالي نحن أزاء حالة يمكن أن، طبعا الأساس الداء والبلاء هو المحاصصة، وهذه النظام ولذلك المطالبة اليوم بإسقاط النظام السياسي كما يؤكدون هم المتظاهرون. نعم. أنه نحن لا نقبل عادل عبد المهدي من فلان، من لا نناقش أشخاص، القضية تتعلق بنظام. أشكرك دكتور. أيضا دكتور رافع الفلاحي، مساهمة هذه الانتفاضة في تعرية هذا
المشروع الطائفي، الخطاب الطائفي، التوظيف السياسي للطائفة وجعلها جزء من الماضي. هذه الحالة، حالة التوظيف الطائفية، جعلها من الماضي. وتتذكر يعني شركاء العملية السياسية يؤكدون، خاصة يعني بها العرجي قال نحن أتينا بدون مشروع، لذلك تعكزنا على المشروع الطائفي. الآن المشروع الطائفي أنهته كما يقول المتظاهرون ومن يتابعون الانتفاضة تشرين. كيف أنهت هذا المشروع الطائفي؟ أستاذ ماجد، ربما يعني أنت تشتغل دول كثيرة ومؤسسات كثيرة ثقافية وسياسية وعلمية لخلق ما يسمى بالرأي العام، ويأتون بكاريزمات بشخصيات كي تخلق هذا الرأي العام عند، ويقدمون ربما سنوات طويلة لخلق رأي عام معين ينقاد باتجاه فكرة معينة لتحقيق أهداف معينة. وهذا ما جرى من 2003 إلى اليوم في العراق. كانوا يعتقدون أنهم خلقوا رأي عام طائفي خانع منكسر، قضية العراق انتهت به. أنت تسأل قبل قليل كنت تسأل الأستاذ يخوف من شركاء آخرين في الوطن. نعم. هذا التخويف. نعم. مو تخويف، تخوين. نعم. ليس فقط تخويف لكن نعم. تخوين. نعم. وصلت إلى حالة التخوين. نعم. فأنت تسأل عن حالات في النجف وفي كربلاء والتظاهرات تخرج في مناطق هي البؤرة الأساسية اللي انطلقت من عندها، اللي اعتمد عليها المحتل واشتغلوا عليها أن تكون هي ما تشع طائفية وتخلق رأي عام بهذا الاتجاه. الرأي العام طبعا موجود عند كل الأطياف، أنا أقصد يعني لا أقصد فقط الشيعة مثلا ولا أقصد السنة، الكل عندهم رأي عام خاص بهم يقول أن العراق تمزق إلى هذه الجزر. هذا الرأي العام. أن تخرج هذه التظاهرات بعد كل هذا الضخ، بعد كل قدرات أمريكا، يعني الآن إحنا عندما نتحدث نقول التظاهرات هذه لا تقف ضد رموز المنطقة الخضراء هذه، المنطقة الغبراء هذه وسياساتها والعملية السياسية، لا، هذه التظاهرات تقف ضد التحالف الأمريكي الإيراني، يعني تقف بمواجهة إيران وأمريكا وكل هذه القوى التي تتبعها الحقيقة، وربما أمام إيران بكل غطرستها تقف هذه التظاهرات. فخلال 17 سنة، نحو 17 سنة، قريب من 17 سنة، هم يتحدثون عن خلق، يخططون لخلق هذا أو لصناعة هذا الرأي العام، وإذا بهذه التظاهرات بساعات معينة تنسفه وتعلن عن رأي عام جديد. لا. غير هذا تماما. لذلك كان الخوف والرعب في دوائر إيرانية واضح جدا جدا، يعني عندما يتدخل خامنئي بنفسه في هذه القضية إذا وصل الرعب إلى مستوى عالي جدا جدا. هذه كل النظريات اللي 17 سنة اشتغلوا عليها سقطت مرة واحدة. وإحدى الإنجازات الكبيرة لهذه التظاهرات أنها بيّنت ضعف أمريكا وضعف إيران في العراق، رغم كل القوة اللي كنا نتوقعها وتوقعوها الناس وتوقعها كل الخارجي، أنه أمريكا وإيران خلاص كسرت العراق، كسرت شعبه وخنع، والبعض يأس، حالة من اليأس بالشعب العراقي، أنه خلاص يبقى الظاهر هنا يطلب كهرباء يطلب مي، وإذا بهم ذولا يخرجون وهم كلهم حفاة ولا يمتلكون شيئا، و كثير منهم خريجين وحاصلين على شهادات، وبعض من عندهم كسبة وأميين، لكن يعرفون أن العراق، قيمة العراق، وعندما تحدث إليه يقول لك أنا ما جاي على وظيفة ولا جاي أدور ما أعرف شنو، أبدا، هؤلاء يتكلمون في وادي آخر، إحنا ما جايين على هذه القضية، إحنا جايين نريد وطن، وهذه القضية أرعبتهم. طيب. والوطن انتهى دكتور الآن، فهذه العراقية أن تخرج مرة أخرى، خرجت العراقية وأزاحت الطائفية، أزاحت الطائفية أو الاستثمار الطائفي، هذه القوى والميليشيات والأحزاب الآن، الاستثمار الطائفي انتهى، أنهت انتفاضة تشرين الآن، بما سيستثمرون في المرحلة القادمة؟ هم لا يستثمرون في هذه القضية، حاولوا إعادة هذه القضية، حاولوا بقوى دينية، بقوى في هذه الانتفاضة. نعم، حاولوا مع هذه الانتفاضة لكنها لن تنجح. لم تنجح لحد الآن، لن تنجح ولن تنجح، أنا أعتقد يعني ربما لن تنجح وإن شاء الله ما تنجح. محاولاتهم كثيرة وهم يعني أقل قدرة عقلية من الشباب اللي بالشارع، هذول الشباب اللي عند الظاهر أكثر تقدما، أكثر قدرة عقلية وتفكير وقدرة على الرؤية بمسافات، وهم سابقين العملية السياسية وسابقين كل هذه القوى خطوات بعيدة الآن، لذلك السقف عليه
يعني نعم. سقف عالي جدا في مطالبهم، لأنهم قدرتهم العقلية على رؤية المستقبل والحاضر بشكل أوضح. هؤلاء موتورين غير قادرين أن يرونه، وإيران موتورة مثلهم. لذلك دخل خامنئي على الخط ودس سليماني ويسوون اجتماعات ويلعبون اللعبات ويدخلون هذا ويطلعون، الحقيقة لن تنفع. شبه يومي هناك تصريحات من المسؤولين الإيرانيين في مهاجمة التظاهرات في لبنان والعراق، تخوينها إضفاء عليها يعني مختلف النعوت. نعم، لذلك لعبوا لعبتهم قبل يعني خلال الساعات الماضية بإدخال الحشد، بإدخال تظاهرات وفشلت، وسيعيدون الكرة وستفشل، وربما ستصبح مواجهات، لكن بالمواجهات هذه سيخسرون. لذلك مرجعية النجف قرأت هذا الموضوع وقالت أنه سيقع في رقبتي، لذلك تراجعت عنه بسرعة، حاولت يعني لم تنتظر إلى الجمعة، يعني كانت الجمعة وخطاب إلها، لكن يوم الخميس مساء خرجت ببيان لتقول أنه إحنا ما لنا علاقة بهذا الموضوع، وهذه الصور اللي ترفع مو باسم المرجعية، لأنه المواجهة اقتربت، يريدون يتواجهون معها باسم المرجعية وباسم باسم هذا. يعني لم تقبل هذا الموضوع لأنه سيمس بها وسينهي الحالة هذه. هذه التظاهرات لن تعترف بكل هذه الأصنام اللي تحدث عنها الدكتور فالح قبل قليل، سقطتها وهشمتها، فما عاد تدخل نفسك مرة أخرى كصنم وتريد للآخرين أنه تحت هذا الصنم أن تقاتلهم وتحيدهم عن الطريق، لن يقبلوا، وبالتالي المواجهة عنيفة ستكون. ولا واقع في العراق اليوم إلا الواقع الذي يفرضه المتظاهرون، الشارع هذا يفرض الآن هذا الرأي العام اللي الجديد هو اللي فرض نفسه، فرضوه بالقوة، فرضوه بقوة السلم، بقوة العقل، بقوة مو قوة السلاح. هؤلاء يريدون أن يفرضوا الحالة، ويريدون أن تعيد يعني يريدون أن يعيدون عقارب الساعة إلى الوراء. لا يمكن، هذه مهما استخدمت من سلاح، مهما استخدمت من قوة، بالتالي هؤلاء لديهم مخطط، وسنتحدث ربما عن مخطط الخطوات القادمة إذا سمح الوقت. شنو؟ دكتور ثامر العلواني في عمان، يعني هناك معطى جديد في هذه الانتفاضة، تطور ربما استراتيجي، وهو انضمام الحركة الطلابية، طلاب العراق ابتدائية متوسطة إعدادية وجامعات، انضمام النقابات المهنية والعمالية، التحقوا بهذه التظاهرات الانتفاضة الشعبية المتصاعدة. أي أهمية لهذا الالتحاق من الشرائح الطلابية أو العمالية أو الفلاحية أو بقية شرائح المجتمع، يعني خاصة الطلاب؟ من ناحية الأهمية فهي أهمية كبيرة جدا. أولا إضافة معنوية كبيرة جدا، تجعل المتظاهرين يشعرون بأنهم هم الأمل المنشود في تحقيق الحياة الحرة الكريمة للشعب العراقي ولكل مواطن، وعلى رأسهم مستقبل الطلاب والنقابات المهنية والعمالية. فإذا هي إحراج كبير جدا للحكومة، لأنه عندما تجد الطلاب الصغار، طلاب الابتدائية، طلاب المتوسطة، طلاب الجامعات، النقابات المهنية والعمالية يخرجون للمظاهرات والمطالبة باسترجاع الوطن من الفاسدين وأخذ الحقوق واسترجاعها، فهذا يعني أن السلطة الحاكمة قد ظلمت الجميع، سواء الطالب، سواء المعلم، سواء المهني، سواء الموظف، سواء الحرفي. هذا يعني أنه لا توجد جهة في العراق إلا وأصابها اليأس من وجود مستقبل مشرق للعراق في ظل العملية السياسية وفي ظل هذه الأحزاب الفاسدة وتحت الحكومات الفاشلة منذ 2003. مشاركة الطلاب والمهنيين جعلت فكرة القضاء على التظاهرات أمر شبه مستحيل، بل استطيع أن أقول هو مقدمة لابتكار فعاليات جديدة تجبر الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وهذا يعني أن فرص نجاح الثورة كبير جدا، ثورة تشرين سوف تنجح إن شاء الله، وفرص النجاح كبيرة جدا بسبب التنوع الجماهيري الطلابي المتواجد في الساحات والميادين. هذا يعني أيضا أن الحكومة والبرلمان ليس لديهم الآن هم سوى المحافظة على أمن المنطقة الخضراء التي يحتمون بها تحت الوصاية والحماية الأمريكية. نعم دكتور فالح خطاب، من ضمن أدوات قوى السلطة في مواجهة هذه الانتفاضة المتمددة والمتوسعة حتى في داخل العراق وخارج، الجاليات العراقية في الخارج، في أيضا
وقفات تضامنية وتظاهرات دعما لهذه الانتفاضة. السلطة تراهن على عامل الوقت، تراهن على أن المتظاهرين أو هذه الانتفاضة أو القائمين بها أو المنخرطين بها سيكلون سيتعبون، وبالتالي يسهل إخماد هذه الانتفاضة. هل هذه المراهنة من قبل السلطة على الوقت وتعب التظاهرات قد تكون يعني لها حظوظ من النجاح؟ يعني السلطة الآن تتشبث بأي طريقة للخروج من هذا الوضع البائس اليائس الذي وجدت نفسها فيه، لأنه بالحقيقة لا يوجد هناك أي أمل ولا بصيص أمل بالخروج من الوضع الحالي. هناك مثل ما يقولون قفل مقفل، مطالب الثورة واضحة جدا، وهي من البداية ذهبت إلى أقصى حل، سفكت دماء 500 من البداية. أيوة، ذهبت إلى الحل الأمني، هذا مهم جدا. نعم. يعني هم نعم. السلطة هذه الغاشمة نعم. التي لا تملك إلا الحديد والنار، يعني لم تتدرج في قضية المواجهة. نعم. يعني هي لا تملك شيء. نعم. ها؟ طريقان للخروج من هذا الواقع، إما الإصلاح الشامل الذي تبدأ به، المفروض النظام يبدأ به على الأقل من خلال استجابة للمتظاهرين، أو أن يفعل شيء هو ذاته، أو استخدام القوة. إذا جينا للإصلاح لا يوجد لا نية ولا رغبة ولا قدرة ولا إرادة، هذا معدوم. يعني إحنا إذا رجعنا إلى حد قبل شهرين، ماذا وقع في العراق قبل شهرين؟ قبل هذا الشهر عفوا، يعني قبل الشهر. دكتور إذا سمحت لي في نقطة قضية الإصلاح، حتى هذا الإصلاح ما يسمى الإصلاح الداخلي داخل العملية السياسية لم يعد مقبولا من المتظاهرين. نعم. يعني مرفوض. لم يعد مقبولا من المتظاهرين بالكامل مرفوض. لأنه العملية يعني جربت 17 سنة. أنا أتكلم عن فرضية. نعم. فرضية أنه نعم. هم أرادوا يتوبون ويصلحون. نعم. لكن هذا غير ممكن. نعم. أنا أقول شيء، ماذا وقع قبل الثورة بشهرين ثلاثة؟ نعم. مزارع أحرقت. نعم. أسماك. نعم. قتلت. نعم. يعني هذا طبعا غير المصانع والكذا، مؤسسات حرب. نعم. لم يبقى شيء في العراق. نعم. لذلك اليوم اللي يسأل لماذا خرج كل هؤلاء الناس، لأن لم يبقى أحد لم يقع عليه شرر أو ضرر من هذا الوضع القائم. خامنئي يقول هؤلاء شغب ومؤامرة، يعني شغب ومؤامرة. نعم. وبالتالي يعني إذا عدنا اليوم، أنا أتوقع كثير من الخارجين، من المزارعين، من أصحاب الأسماك. نعم. طبعا هذا مثال، ها، لكن أصحاب المصانع الكذا. فإذا إما الإصلاح الشامل، وهذا غير ممكن، غير ممكن. يعني حتى لو غير ممكن من قوى السلطة أن تتنازل وتقدم إصلاح شامل، يعني غير ممكن. أقول أوضح. إيه؟ يعني لا هي عندها رغبة. نعم. ولا عندها قدرة. بل الأمريكان ما يقبلون بالإصلاح الشامل، والإيرانيين ما يقبلون بالإصلاح الشامل. نعم. ولا إسرائيل، المطلوب تدمير العراق. نعم. فبالتالي أنت في معادلة شديدة الإقفال. الفساد يجب أن يكون في العراق. فإذا علمنا أن هؤلاء فاسدين، وطبعاً الفساد وصلنا الآن إلى مرحلة بالفساد لا يمكن إصلاحها. يعني قضية التحاصص هذا في مو فقط في الوزارات، وزارات، مديريات، مؤسسات على مستوى يمكن فراش الدائرة، ها، يعني أصبح هكذا. فبالتالي لا يمكن. إذن لم يبقى إلا استخدام القوة. نعم. وبالتالي سؤالك، هم نعم يشترون الوقت. نعم. يراهنون على الوقت، يراهنون على إحداث بعض الأشياء، وهناك أسماء مصطلحات تذكر، بعض الأسماء، فلان الساعدي وفلان. نعم. مش عارف إيش كذا، هو شراء وقت. لكن أنا تقديري لم يبقى لهذا النظام إلا استخدام القوة مهما كانت نتائجها، لكن فاشلة والثورة منتصرة ولو بعد حين. قد لا تكون هذه نهاية المطاف. نعم. نعم. يعني هذه، لكن نحن بدأنا، يعني القطار وضع على السكة ولا يمكن بعد الآن أن يخرج من هذه السكة. على ذكر القطار على السكة، دكتور ثامر العلواني في عمان، يعني قوى السلطة الحقيقة لن تسلم، لن ترفع الراية البيضاء. الأمريكان من وراءهم، الإيرانيون من وراءهم، حتى النظام العربي الرسمي وراء هذه السلطة. هل ستنجح هذه القوى في الداخل، قوى السلطة والميليشيات وأيضا داعموهم إقليميون وطبعا الدوليون، في تعويق هذه الانتفاضة، في وأد هذه الانتفاضة، في إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء كما قال دكتور رافع؟ أخي الكريم، الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والأحزاب والميليشيات كلها إلى الآن لا تفهم الواقع الحقيقي للمتظاهرين، أو هم فعلا يفهمونه لكنهم يتعمدون إغفاله وعدم الخوض في الحلول الناجحة الحقيقية. الحكومة وميليشيات استخدمت، والأحزاب، كل الوسائل، كل وسائل القوة المفرطة والعنف لمواجهة المتظاهرين.
استخدموا الرصاص الحي، استخدموا القنص، استخدموا دهس المتظاهرين، ارتكبوا مجازر حقيقيه. دكتور لا سمحت لي، حتى قنابل الغاز كانت تطلق على المتظاهرين مباشرة للقتل. نعم. وليس تطويق. للتفريق كما قالت منظمة العفو الدولية، مو لتفريقهم، لقتلهم قتل متعمد. نعم صدقت، كان التوجيه مباشر، يعني هو كان المفروض أن تطلق قنابل الغاز فوق ثم هي تنزل، لكنهم يصوبون مباشرة، إذن هم يتعمدون القتل. أشكرك. يعني حتى نحن تفضل كمل بس لأن الوقت ضيق. نعم دكتور. نعم، حتى اضطرت إيران أن تصرح على لسان زعيم خامنئي. نعم. بأنه أن الشعب العراقي أصبح المظاهرات شغب ولا بد من التصدي لها، في محاولة منهم إدخال الرعب في قلوب العراقيين، لكنهم فشلوا في إعاقة المتظاهرين عن الاستمرار في الوصول إلى غايتهم. شكرا دكتور ثامر علواني، منسق القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور، بدأت صفحة أخرى بعد الانتفاضة، هي الإضرابات العامة، الاعتصامات المدنية المفتوحة، كل النقابات الآن تجدد دعواتها للاستمرار في الإضراب. هناك من يرى أن هذه الإضرابات والاعتصامات المدنية ربما أهميتها تفوق أهمية انطلاقة الانتفاضة نفسها. ما هي أهمية الإضرابات والاعتصامات المدنية؟ نعم أستاذ ماجد، بسرعة دعني أقول لك، الوقت ضيق جدا. نعم، أنه هذه السلطة بتفكير أحزابها، بتفكير قواها، هي نفسها تصرفت مع هذه التظاهرات مثلما تصرفت مع التظاهرات السابقة بنفس العقلية. نعم. كانت تعتقد أنه يدها الباطشة قادرة أن تنهي، وأنهت تظاهرات كثيرة، أو المندسين، أو هذه اللعبة، أو اتهامهم بالإرهاب، اتهامهم بصدامين، ما أعرف منه، إرهابيين، لم تنفع هذه كلها. لذلك هم ذهبوا، إذا تتذكر من أول يوم تحدثوا عن قضية العصيان. نعم. قالوا، أصدروا قرارا، قالوا العصيان المسلح مؤبد، وأصدروه عن طريق المحكمة العليا، المحكمة الاتحادية، أنه العصيان المسلح في العراق إذا ما حصل فعقوبته السجن المؤبد. العصيان المدني مو المسلح. نعم نعم، عصيان مدني. قالوا لا، هم أشاروا العصيان المسلح. هم يعرفون أن القضية ستمضي إلى العصيان، لكن يا عصيان، الشعب هو سيمضي إلى العصيان المسلح، العصيان المدني. نعم. ليس المسلح. نعم. لكن هم أشاروا إلى هذه القضية لكي يعني يسبقوا خطوة ويقولوا أن العصيان الذي حدث هو عصيان مسلح، لكي يواجهوه بالنار والحديد والاعتقالات والسجون بهذه الطريقة. القضية الآن تتطور، هذه التظاهرات بداية خطوة، الخطوة اللي بعدها هذه اللي تحدثت عنها أنت، الإضرابات، نقابات دخلت على الخط، سيذهبون إلى خطوة، واليوم أعلنت سيذهبون إلى خطوة العصيان. هذه الخطوة العصيان، هذه التظاهرات ليست غبية. بدقيقة أهمية. نعم. نعم، أهمية كبيرة للعقليات اللي تقودهم، لا يعرفون أن هناك عقليات كثيرة تقود هذه التظاهرات. نعم. ويعرفون وين ذهب هذه التظاهرات، ذهب إلى أن تدفع بهذه التظاهرات، بهذه الانتفاضة، إلى العصيان المدني، العصيان السلمي. هذا سيوقف كل النشاطات. البعض يقول مو هذه الدولة راح توقف، عندنا مثل بالعراق يقول المبلل ما يخاف من المطر. الشعب 17 سنة كتل الجوع والفقر والأمية والأمراض، وهو ما كاسب شيء، هؤلاء من يكسبون؟ يعني هذه العجلة من تعمل عجلة، هذه تدر عليهم أموال لهم، ودر عليهم راحة وسعادة، لكن الشعب يزداد بؤسا. فلذلك الشعب ما يخسر شيء، عندما يذهب إلى العصيان المدني السلمي سيوقف كل النشاطات، وهنا سيدخل العامل الدولي غصبا ما عليهم، سيجرون العامل الدولي، لأنه بلد بحركته كلها تشل، شل حركة البلد، هي من ستدفع بهذه التظاهرات إلى تحقيق هذه الانتفاضة، إلى تحقيق غاياتها وأهدافها. وهنا ذكاء هذه التظاهرات وذكاء هذه الانتفاضة ومن يقودونها، سيذهبون للعصيان المدني السلمي. نعم. ولن تستطيع هذه الدولة أن تفعل شيئا، وستخسر كل أسلحتها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن الحكومة في العراق تواجه شللا كاملا بسبب التظاهرات والإضرابات والاعتصام المدني. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا للدكتور فارع الخطاب أيضا كاتب وباحث سياسي، وشكرا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.
وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.